عاملين ايه النهارده؟ عايزين ازيك استاذ عمرو؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل. اتفضل يا دكتور. اتفضل عشان اتفضل يا دكتور. ضيفي العزيز. بس قبل ما اقول له اتفضل يا دكتور. اتفضل. دكتور ابراهيم كامل المقاتل العنيد معي ليلى. بس انا النهارده جايه لكم ومعايا شنطه. شنطه مين؟ شنطه مين يا دكتور؟ والله مع حضرتك كل شيء جائز. حذر فذر. شنطه مين تفتكروا؟ شنطه مين دي؟ اسمحوا لي اقعد وبعدين نفتح الشنطه وكلوز اب على الشنطه المهمه جدا جدا جدا. الشنطه دي يا دكتور لا علاقه وثيقه بضيف الليله وبالشعب المصري. بنقول لكل حامل شنطه من الشنط دي ما تفتحوا توروا الناس الشنطة ده. بنقول لكل واحد من حاملي الشنطة دي ألف ألف مبروك يا سعادة النايب، لأن دي شنطة النايب اللي هيستلمها أول يوم وهو داخل البرلمان. ممكن يا دكتور نشوف جواها إيه؟ اتفضلي. أنا زيكم كده. مفروض إنها بتتفتح إزاي؟ فيها أظن شد للبرة. أهي الشنطه اتفتحت. فيها بقى ده فيها اوراق كتيره قوي اهو، وفيها اوراق كتيره اهي، وفيها ايه ده؟ حزام هيقولوا. شنطه مايكات. مايكات اتكتمت من الشنطه اهي. ايه عاصم المايكات دلوقتي كويسه؟ سامعيني؟ لا ده ايد الشنطه. انا افتكرت هيقولوا لهم شدوا الاحزمه على البطون ولا حاجه. يعني شنطه انيقه بصراحه جدا. مش كده؟ جدا. دي شنطة النايب المصري محطوط فيها. أول يوم هيدوهم زي ما بيروحوا المدرسة وبيدوهم كتب المدرسة. فدي كتب النواب. اللائحة الداخلية جمهورية مصر العربية مجلس الشعب. دي مهمة جدا. أنا هقعد أذاكرها لكم. جمهورية مجلس الشعب، الأمانة العامة، اللجان النوعية لمجلس الشعب. هنشوف بقى مين هيترشح في لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، لجنة العلاقات الخارجية. لا اللجان مهمة جدا برضو هذاكرها. سجلات النظم النيابية وهيئتها على مدى تاريخ الحياة النيابية المصرية، برضو ده شيء مهم جدا نعرف فيه قصة الحياة النيابية في مصر. تاريخ ومقتنيات مجلس الشعب مهمة قوي. المقتنيات عشان كان في مقتنيات من دي بتترمي من الشباك. المجالس النيابية المصرية العريقة، عقار ومباني، طبعا برضو شيء مهم جدا. انا فتحت لقيت البهو الفرعوني. بيقولوا لكم البهو الفرعوني يا سادة يا نواب، البهو الفرعوني ده مهم جدا جدا، لان ده اللي النواب بيروحوا يتناقشوا مع بعض ده فيه. ده صحيح. ويقولوا لبعض الاسرار وفاكرين ما حدش سامعهم. خلوا بالكم بقى، قبل كده معلومات من البرلمانات السابقة بتاعت اللي انتوا عارفينها، يعني بتاعه العهد اللي انا كنت فيه، كلها كاميرات. فيخلوا الناس قاعده كده تتكلم مع بعض ويسجلوا لهم هم بيقولوا ايه. خلوا بالكم يا نواب. مجلس الشعب دليل خدمات مهم جدا. قانون رقم 38 لسنه 1972 في شان المجلس. قانون رقم 120 ل 1980 في شان مجلس الشورى. قانون بتنظيم مباشره الحقوق السياسيه. لا ده انا عايزه مذاكره. والإعلان الدستوري. أفتكر الله في ورقة صغيرة إيدي نسيوها. القسم. ده القسم حضرتك عارفه؟ طبعا. طبعا. راهولنا يا فندم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون. ان شاء الله كده عقبال ما نسمع الكلام ده منك وانت بتقسمه. انا قلته زمان سنه 90. انا فاكره. احنا عايزينك تقوله تاني ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقه هذه هي الحقيبه البرلمانيه. انا سعيده جدا ان انا حصلت عليها. اللي اقدر اقول لكم ان انا هقضي الليله بعد البرنامج في مذاكره مواد النواب، واوعدكم ان احنا بكره ان شاء الله غدا هكون معانا شخصيه مهمه جدا 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 هنناقش فيها الشنطه ومحتوياتها ان شاء الله. ان شاء الله. دعوني اقدم لكم ضيفي الليله. طبعا يعني هو غني عن التعريف. هو مقاتل عنيد
لا يتضمن قاموس كلمة اليأس ولا يعرف الاستسلام. خاض حروبا شرسة لسنوات أمام رموز تنتمي لنظام فاسد. يكفي أن أنا أقول أنه كان بيقف قدام المرحوم كمال الشاذلي وأحمد عز بورتو تورا، ولكنه خسر معركته لأنه خاضها بشرف أمام خصوم لا يعرفون الشرف، واستخدموا ضده كل أنواع الأسلحة المباحة والمحرمة. وبعد أن ظن أن الثعبان مات بتحطم رأسه، اكتشف أنه كان واهما، وأن ذيول ما زالت حية، وأن رائحة التزوير ما زالت تزكم الأنوف. فجر الدكتور إبراهيم كامل من خلال ناسبوك فضيحة تزوير 9 مليون صوت انتخابي في الانتخابات